بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أسألكم بالله أن تستمعوا لكلامي دون أن تأخذوه كمحمل نقد أو محمل اعتراض أو تهجم بأي شكل من الأشكال، إنما هو دعوة لإعادة النظر. طبعا تعرفون أنني لا أحب أن أدخل في الأمور التي يمكن أن تثير جدل ولغط وانشقاق وتفرق، إنما دائما أحاول أن أتكلم بالأمور التي تجمع المسلمين وتؤلف بين قلوبهم. ولكن أحيانا يضطرني واجبي الشرعي لأن أقول كلمة حق، طبعا كلمة حق وفق ما أراه أنا بناء على فهمي للنصوص الشرعية. فالله أحق أن أخشاه من الناس. ربما الناس سوف تعترض علي وتنتقد أنني تدخلت في هذا الأمر وأنني أبديت فيه رأيا. الموضوع يا أخوتي هو موضوع المولد، هذا الذي يسمونه الاحتفال بالمولد النبوي. أريد منكم أولا أن تسألوا أنفسكم، ما هو انطلاقكم في الحكم على هذا الموضوع؟ هل هو ما وجدتم عليه آباءكم؟ أم هل هو ما دفعكم لقوله حزبكم أو جماعتكم أو شيخكم أو مذهبكم؟ انتبه، يجب عليك أن تقوم بشيء اسمه النقد الذاتي. انطلاقك هنا، هل هو من النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أم انطلاقك مما سمعته من أبيك أو شيخك أو مذهبك أو طائفتك؟ انتبه، يجب أن تنتبه، يجب أن تكون حر التفكير. إذا أردت أن تسير معي يجب عليك أن تكون حر التفكير، أطلق نفسك قليلا من القيود إلا ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم على هذا الموضوع وجدته أنا مرتبط كثيرا بتبعية الشخص الذي يقوم بالحكم. يعني هل هو صوفي؟ هل هو ما يسمى بالإسلام التقليدي؟ هل هو بالإسلام الجهادي؟ هل هو سلفي؟ هل هو تحريري؟ هل هو إخواني؟ هل هو أسماء ما أنزل الله بها من سلطان أنتم سميتموها؟ ما أنزل الله هذه الأسماء؟ أخت تسألني سؤال، اتقابلت مع أخت شيعية فتقول لها محمد شيعي، لا تقول لها محمد سني. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله أنه ما كان في على زمن محمد صلى الله عليه وسلم شيء اسمه لا سنة ولا شيعة، الحمد لله كان في أتباع محمد وأحباب محمد وأصحاب محمد وآل محمد، غير هيك ما كان في. الله سمانا مسلمين ونحن نريد أن نقسم أنفسنا. على كل حال هذا موضوع آخر، نحن نعود إلى موضوع المولد. إذن انطلاق الشخص هو هل هو صوفي؟ إذا كان صوفي فالمولد عنده شيء عظيم، إن كان سلفي فالمولد عنده شيء بدعة. أخي دع عنك هذه كلها، ارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. هل هناك في كتاب الله وسنة رسول الله شيء يتحدث عن هذا الشيء؟ هل قام الصحابة أو التابعين بالاحتفال بهذا الشيء؟ ثم ما معنى احتفال؟ يعني شيء عجيب، احتفال، شو معنى احتفال؟ من أين اجت كلمة احتفال؟ هي افتح كتاب الفقه، كتب الفقه، انظر هناك كلمة احتفال؟ ما في كلمة احتفال أصلا.
هلا ذكرى المولد شيء آخر. أيهما أقوى؟ هل هو ذكرى المولد أم ذكرى نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وبدء البعثة؟ أيهما أقوى؟ طبعا الذين يقدسون الأشخاص ويعبدون الأشخاص طبعا المولد أولى، ويتبعون فيه سنة من كان قبلهم. النصارى هم قال تتبعون سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. إذن انتبهوا يا إخوتي، حبك لمحمد صلى الله عليه وسلم هو اتباعك لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. حبك لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يعني أنك بالإلزام يجب أن تحتفل بعيد مولده. أما الذين يريدون بالتدريج أن يوصلوا إلى عبادة محمد صلى الله عليه وسلم فهم سوف يقدسون مولده كما فعلت النصارى باحتفالها بمولد المسيح عليه السلام، ثم بدأت تزيد فتزيد حتى وصلت إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. طبعا هل الآن سوف يعتقد أنه لم نصل إلى هذه المراحل؟ طبعا لم نصل، لكن كل ما يزيد شخص يزيد نقطة صغيرة ثم يزيد الآخر نقطة صغيرة فنصل إلى أكثر من هذا، وقد وصل كما تعلمون بعض فرق المتصوفة إلى ما هو أشد من ذلك بكثير. طبعا المتصوفة انتبه أو ما يسمى بالصوفية الحالية، انتبهوا يا أختي إخوتي، صحيح يحتفلوا بمولد لكن عندهم فكرة خطيرة، ومن أين جاءوا بها لا أعلم. هذه الذي يسمونها الحقيقة المحمدية من أين جاءوا بها؟ لم أجد لها أثرا ولا وجدت لها نصا. ما هي الحقيقة المحمدية؟ من أين جئتم بها أيها الصوفية المعاصرة؟ لا تقولون لأتباعكم حتى لا ينتقدوكم، وإنما أنتم تؤمنون بها. إذن يا إخوتي يا أحبتي، لا داعي للتعصب. اسأل نفسك أنت، لماذا نثير أمرا يؤدي إلى فرقة المسلمين؟ كان الأمة قبل الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يحتفلوا بهذا الأمر، لماذا نريد الآن أن نقيم مشكلة على هذا الأمر ونحتفل به ونحدث شقا بين المسلمين ونقتتل بغض النظر عن من قال؟ لا جيب لي اسم العالم فلاني ولا العالم أخي، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب القبر محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان مما كان العالم الذي قال بجوازه يرد عليه. انتبهوا، نحن أحيانا نمنع أمر حتى لا نصل منه إلى أمر أخطر منه. فأنا أحب محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد حبيبي وحبيب الله سبحانه وتعالى، وهو خير خلق الله، وهو سيد البشر وسيد الإنس والجن عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكننا نحن نتبع ما قال لنا محمد أن نفعله. لماذا لم يقل لنا محمد احتفلوا بمولدي؟ يعني ما أعلم، أنا كنت طوال عمري أحضر موالد، عندنا كانت موالد في كل الحارات وفي كل الشوارع، ولكن ما الذي كان يحصل في الموالد؟ كان يحصل هو الغناء، غناء وأناشيد وطرب وأكل ملبس، ويعني ما كنت أحس، يعني صحيح أنه يذكر فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هو بالحقيقة عبارة عن طقس من الطقوس التي ابتدعوها، وجدوا فرصة لإنشاء كما تفعل الرأسمالية، دائما تحدث أعياد جديدة الرأسمالية حتى الناس تحتفل وحتى تصرف نقود، تحتفل وتصرف نقود وتخرج نقودها وتشتري وتتزين، يحدثون كل نهار عيد جديد، كل نهار عيد جديد، من أجل ماذا؟ من أجل يحصل النقود التي في جيبتك، النقود التي في جيبتك هم يريدونها. عندك عيد ما بعرف شو، عيد الأب وعيد الأم وعيد الحب وعيد، كل هذا أمور لعب رأسمالية هذه. حتى عيد الميلاد في الغرب ليس له علاقة، خصوصا في السويد ليس له علاقة في الدين أصلا، أصلا هم لا يؤمنون بوجود الله، إما هو عبارة عن طقس أخذته الناس آباء عن أجداد يحتفلون به وينبسطون، ولا عيسى له علاقة بالدين لا من قريب ولا من بعيد إلا القلة القليلة. إذن عيد اللي بيسموه يول بسويد ليس له علاقة في الدين يا إخوتي، إلا من بعيد بعيد بعيد، ولا أحد يحتفل به منطلق ديني.
اللهم يا رب العالمين سامحني، أنا قلت رأيي وأنا مسؤول أمام هذا الكلام أمام الله سبحانه وتعالى، ربما يكون صواب يمكن يكون خطأ، ما كان صواب من عند الله وإن كان خطأ فمن عندي، استغفر الله العظيم، أرجوكم ليسعني رحابة صدركم، والسلام عليكم.